السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق فريق الهلال السعودي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا يتوقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي ستجمع بين فريقي الهلال السعودي وفريق الشباب السعودي في المباراة المهمة التي يسعى بها فريق الهلال السعودي من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، ويسعى فيها فريق الهلال للفوز من أجل العودة إلى صدارة جدول الترتيب في دوري روشن السعودي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا يتوقف بث هذه المباراة المهمة، حيث سننقل لكم المباراة الهامة التي ينتظرها محبي وعشاق فريق الهلال السعودي في مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي التي ستقام في ملعب الأمير فيصل بن فهد معقل فريق الشباب السعودي، وستذاع المباراة عبر شبكة القنوات السعودية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. هذه المباراة المهمة التي تجمع بين الهلال السعودي والشباب السعودي، يسعى كلا الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، حيث يقدم الهلال السعودي مستويات رائعة في الدوري المحلي ويحتل وصافة الترتيب العام في هذه البطولة متسلحا بالصفقات القوية التي أجراها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، فيحتل الفريق السعودي المركز الثاني في الدوري المحلي برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق الشباب المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط. مباراة على الأوراق في متناول فريق الهلال السعودي، ويستطيع تحقيق الفوز على ملعب الشباب ووسط جماهيره في ملعب الأمير فيصل بن فهد. استعدوا الآن، ستنطلق المباراة بعد قليل، ومن الممكن متابعة المباراة أيضا عبر القمر السعودي المفتوح عربسات عبر الترددات المعروضة على الشاشة، وعبر قمر نايلسات عن طريق القنوات المدفوعة مسبقا. ولكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة المهمة لفريق الهلال السعودي والشباب السعودي على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم هو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر لهذه المباراة. فتابعوا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.